So, Goedemiddag, mijn naam is Baghdad el Bahi en uh, ik schrijf voornamelijk in het Refijns, dus ik ga een gedicht voorleggen in taal. En mocht je geïnteresseerd zijn, er ligt daar wat vertaling, kun je het straks rustig uh, lezen. <laughs> Makkelijk, hè? Yes. Uh, Amsafar, zeeën en raamdurig, nis, hij woord zee, misschien, hoe meer hoe je waren, hoe yogi? Hoe باش هاتي يا شيت كي متجعر ذاي مسافر خخيخ في نوجيخ شمت راجي كي غمر عار ها حوشت الله فقد غوزع يكفم زكراجي غازو خاذا ميني خمين داي وريتواني يتواني هذا ميني خمايم ميني وشي خير فيا في مكورا سكا سارني غا صورنغني روخا ومي خافيت خضر نوس زاثم ثوفي ذاي غزار غمد هي الطاوين مات تورنتاي زريخ ذاي مشندق من ريخ زيمرمي تواريخ ذايم في غوفاويين وسوينغ من طمبزي مكسن تامث زمارك نانش مغافي وكذي ما خافي تعرف ما ميني هذا مينيخ نش مينوبي مين دام كيخ خيك خافي وسير دا سويزي خفوق قد ذا نشوح ذي مين دايم امو تو غامو مار يميسي تيشتي سو بوار سو ثيخ تكيخ ذايم وسير دخام صفا <applause> دخا ذميني خسور فاي نشوا شم تتو خشم مرث خسد تو يسيني فاسن غارو غيني خافي نغوشت غوشت يا ربي سكسا خافي ثاني تذبويا ما غاضن تخافي إينا ذان دي موتا نثن نثن يسي فيا شوك خذوكا يلا العفس خسو معرين اذ تلعا خاطو الدارخ أخا ما زوغ ما غاتا خاشم فخزاتي دانك ليفان